حضرات السيدات والسادة، إذا كان بديهيا أن مهام السلطة لا تمارس من داخل المكاتب نظرا لطبيعتها المرتبطة بتدبير المجال ورعاية مصالح السكان، فإننا نحث السيدات والسادة نساء ورجال السلطة الجدد في إطار تشتيت سياسة القرب على الحضور اليومي والدائم في الميدان لملامسة الواقع والاقتراب بالمواطنين والاستماع إليهم والإلمام بمشاكلهم وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة. وفقنا الله لما فيه الخير في بلدنا العزيز تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياده، داعينا المولى عز وجل أن يحفظه ويقر عينه ويولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل ولي الحسن، وشد أزره بسمو صاحب السمو الملكي الأمير ولي الرشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله. سيد كمال الحمودي تم ترقيته لمنصب كاتب عام لدى السيد الولي بعدما شغل منصب باشا مصرية بإقليم بن سينا. السيد أحمد سالم حمودي تم تعيينه باشا كزنايا بعدما شغل منصب رئيس دائرة حضرية بعمالة مراكش. السيد مصطفى حصان تم تعيينه رئيس الدائرة الحضرية طنجة المدينة بعدما شغل منصب رئيس دائرة حضرية بعمالة مقاطعة سيدي البرنوسي. السيدة حورية بالليسيب معروفة بالقيادة الحورية في نابلس، مرحبا بها بيننا. تم ترقيتها لمنصب رئيس دائرة حضرية رئيسة دائرة حضرية بعدها وعينت رئيسة للدائرة الحضرية مرسى الخير المجمع الحسني بعدما شغلت منصب تعقيدا والحلقة الإدارية بإقليم آسيا. جميع صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.